صباح الخير وكل التحيات لكل الأصدقاء المشاهدين اللي عم يتابعونا هلأ عبر محطات تلفزيون لبنان الأرضية والفضائية بكل العالم. مع بداية لقائنا لليوم بعد عيد الأضحى اللي كنا نتمنى أن تكون ظروفه أحلى وأهم بالاستقرار الاقتصادي اللي رح نضوع عليه بحلقتنا، ولكن البداية رح تكون باتصال تنطمن عن الجالية اللبنانية بجنوب أفريقيا بعد الكلام يلي نقلته بعض يعني مواقع التواصل وبعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، ولكن كان موقف واضح وصريح جدا لسعادة سفير لبنان لدى جنوب أفريقيا يعني قابلين فرنجي يلي قال أنه أوضاع الجالية اللبنانية بعد كل الأخبار المتداولة عن عم بيصير بجنوب أفريقيا هن بخير ولا صحة للأخبار المضخمة أبدا. سعادة السفير قبلين فرنجية معنا هلأ مباشرة عبر تلفزيون لبنان لحتى يطمننا فعلا عن وضع الجالية اللبنانية. سعادة السفير بدي عايدك بعيد الأضحى المبارك وبدي حييك وقال لك عبر تلفزيون لبنان أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وينعاد عليكم وعلى أهلنا بلبنان، إن شاء الله تكون السنة الجاية أفضل من السنة اللي مضت. سعادة السفير، يعني شو اللي عم بيصير اليوم بجنوب أفريقيا؟ ليش بهذه المرحلة هذه الحالات اللي استدعت يعني تصريح منك لحتى توضح الحقيقة والواقع يلي عم بيصير اليوم؟ بالحقيقة يعني ببلشت الحوادث تقريبا بسبعة تموز وقت اللي اعتقلوا رئيس الجمهورية السابق زوما، يعني لأسباب سياسية وأسباب تتعلق بقضايا فساد سابقة، وكان في أجواء نحن يعني عم نتابعها من زمان إنه في حال تم اعتقال الرئيس السابق ممكن يعني يصير في خضة أمنية أو ممكن يعني يصير في تحركات بالشارع أو أي شيء من النوع. إنما اللي صار ب 8 تموز و 9 تموز فاجأ شوي السلطات، فاجأ الجميع، وصار تحركات كانوا متوقعينها، بس دخل أمور تانية على الخط، ويعني أجانب أو يعني قوى أخرى، وكمان يعني ناس ممكن تكون يعني متضررة بشكل أو بآخر بالسابق أو وضعها الاجتماعي والاقتصادي مش جيد، دخلت على الخط الأمور ودخلت ببعضها وصاروا ينزلوا على الشارع وعلى سوبر ماركتس أول شيء، وبعدين على الشوبينج مولز، وبعدين على المحلات يعني المحال التجارية، ويسرقوا كل شيء بيطلع بوجهن. يعني بال 2019 صار حالي من النوع، كان في شيء ضد الأجانب من جنوب أفريقيين بسموها كزينوفوبيا، بس بيدخلوا على الخط آخرين وبيبلشوا يسرقوا. بال 2015 صار هيك، بال 2008 صار هيك. هيدي أكبر وحدة، لا شك إنه فزعت العالم شوي، ولا شك إنه كانت شوي يعني أكبر تظاهرات من وقت انتهاء نظام الفصل العنصري. انما ما صار في اصابات بين اللبنانيين، هيدا الخبر اللي طلع بلبنان بعد ما انتهت الامور بجنوب افريقيا. نحن عم نتابعها من 8 تموز، الخبر طلع من فتره قصيره، وبعد 10 ايام تقريبا كانت انتهت. هيدا خبر يعني ملفق، وحطوا انه 100 لبناني محاصر، وانه السفاره فقدت الاتصال فيهم. شوش الناس وشوش الاهالي وشوش، يعني تلقينا كثير اتصالات، وبالحقيقه ما في اصابات باللبنانيين، في محال تجاريه للبنانيين تضررت، وفي لبنانيين سرقوا بالسوبر ماركت، يعني عندهم سوبر ماركتس او بالشوبينج مولز، بس ما استهدفوهم، يعني كانوا عم بيدخلوا على المحلات يلي هي بتطلع بوجهن. يعني الجاليه اللبنانيه منا مستهدفه اللي عم بفهم منك سعاده السفير، فوضى وكانت سائده بهذه المرحله. ابدا منا مستهدفه ولا جالي مستهدفه، نحن منا الجالي الوحيده هنيك، في البرتغيز، في التليان، في اليونان، وجاليتنا لها 100 و150 سنه بجنوب افريقيا، منا جالي جديده، وهن اغلبيتهم جنوب افريقيين منهم اجانب بالبلد بقى. وبالشوبينج مول في كثير لبنانيه، نحن بتعرف بنحب التجاره وبنحب شاطرين فيها، ففي كثير لبنانيه عندهم محلات بشوبينج مول، كسرت محلاتهم مثل ما تكسرت محلات لحدهم ولبوجهم، كانوا هن مالكين او غيرهم، اللي كانوا عم يسرقوا اسمها اللوتينج، يعني ماس ماس ستيلينج، يعني جماعي سرقه جماعيه،
الناس فاتت سرقت كل شيء. فعم نحكي نحن ب 300 شوبينج مول، عم نحكي بالاف من المحلات اللي انسرقوا، عم نحكي ب 5 مليار دولار خساره على الاقتصاد. في كانت هائله بس مش مستهدف اللبناني يعني بتاتا. وهذا الخبر فعلا يعني واحد لازم يناقش هيك مواضيع. يعني في ناس بدها تحط اخبار ملفه، بدها تاخذ سبسكرايبرز، بدها تاخذ لايكس، بس مش هيك، مش لما عم نحكي بحياه الناس ونشوش الناس على اهلها وعلى اولادها. يعني انا بدي اشكرك لهذه التوضيحات سعاده السفير، ولكن كان اللافت باتصال مع نول ابو فيصل رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع طمن عليك وعلى الجالية اللبنانية. كنتوا عم تحكوا بزيادة الصادرات ومعرض والاطلاع على أوضاع الجالية، يعني عم لاحظ هذه الأجواء التفاؤلية عندك غير متأثرة بالأخبار أو الشائعات الغير حقيقية يلي هلا أنت وضحتها. بهذا المنحة شو ممكن تعطينا فكرة بالختام عن واقع الجالية اللبنانية على أمل أنه يكون لنا لقاء قريب معك؟ نحن في ناس بتجهل بس بآخر 10 سنين جنوب أفريقيا كانت أكثر بلد استورد من لبنان. نعم. يعني لبنان صدر لجنوب أفريقيا أكثر ما صدر للدول الأوروبية. بآخر في 3-4 سنين من آخر 10 سنين كانت جنوب أفريقيا رقم واحد والبقية رقم اثنين ورقم ثلاثة. بالمجموع العقد الأخير بتطلع أكثر بلد تصدر له من وراء الجالية وغير الجالية. يعني في مجالات كبيرة جنوب أفريقيا أكبر، يعني الدولة الأولى بالمعادن، أغنى دولة بالمعادن بالعالم. نعم. وغير إنه بلد يعني يعني هلأ طبعاً انتكست بالكوفيد، بس نحن عم نقول لهم للصناعيين وللغرف التجارية أسسنا غرفة تجارية كتير جيدة وكتير فعالة وكتير قوية من أبناء الجالية يعني المتحدرين خصوصاً من أصل لبناني. نحن عنا 12 دولة من موزمبيق لناميبيا لأنغولا لتحت لموريشيوس لمدغاسكر تحت رعاية السفارة، وعنا رجال أعمال لبنانيين ناجحين جداً عم نطلب من اللبنانيين هون يتواصلوا معنا بالسفارة ونحن منوجههم عم تصير على طول، ونحن مننظم لهم زيارات ويروحوا ويلاقوا أسواق ويتفاعلوا مع اللبنانيين بالخارج، ونحن بتصرفهم. يعني هدفنا نريح البلد قد ما فينا بالمحل اللي نحن فيه، وبعتقد انه في بوتنسيال قوي، في دول نامية من الدول عم تنمى من الدول اللي تحت صلاحيات سفارتنا مثل ناميبيا، في مجالات كثير فيها، في بيدز كثير، مناقصات كثير عم تصير هناك، بوتسوانا نفس الشيء. نعم. انغولا، في كثير دول، والسفاره يعني اسست سيستم نظام واضح من رجال الاعمال يلي بيقدروا يساعدوا اخوانهم بلبنان. سعد سفير أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالة الموجزة، على أمل يكون لنا لقاء معك بالاستوديو بوقت قريب. شكرا لك وأهلا وسهلا. شكرا لكم. شكرا سعد سفير، ومن خلالك بدي حيي الجالية اللبنانية بجنوب أفريقيا وبكل العالم يلي هلأ عم بيتابعونا. إذن عبر زوم كان سفير لبنان لدى جنوب أفريقيا قبلين فرنجية معنا عم بيطمننا عن واقع الجالية اللبنانية يلي أكد أنها بخير ولا صحة للأخبار المضخمة يلي انسمعت. من جنوب أفريقيا هلأ مباشرة للبنان، وتحديدا تنحكي مع المحامي عباس صفا الناشط بالعمل الوطني بلبنان عن الأزمة الاقتصادية بهذه المرحلة، الأزمة المعيشية اللي أقل ما يقال فيها بهذه المرحلة، أقل ما يقال عن وضعنا الصحي الاقتصادي المالي الاجتماعي والنقدي أنه تحت الصفر. طبعا مهم كتير نقول أنه نحن اقتصادنا يعاني من ركود شديد، أزمة حقيقية خانقة قاسية قد ما بتكون كلنا عم نعاني منها وعم بيعاني منها كل السكان بلبنان. طبعا نحن عم نعاني فعلا أمر الحالات بهذه المرحلة، وأقل ما يقال فيها الذل، طوابير الذل وين ما كان عم بتكون، لحتى نقدر نعبي بنزين، لحتى نقدر نجيب خبز، موعودين انه نحن رح نكون كمان امام سير من الطوابير، بالاضافة لامور كتيرة. مع ضيفنا من خلال جهوزيته لان يكون دائما بخدمة الظروف يلي هي غير مسبوقة نحن عم نعيشها، تنشوف شو هي اقتراحاته انطلاقا من سرد الوقائع إلى مفهوم 1+1 مفترض أن يعملوا 2 مش 11. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك المحامي عباس صفا الناشط بالعمل الوطني، شكرا لوجودك معنا. أول أمرك شكرا لاستضافتك، الله يحفظك ويخليك يا رب. يعني إذا بتسمح لي اليوم، المنسقة يعني الخاصة للأمم المتحدة بتقول أنه لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة
ولم تعد هناك فسحة من الوقت لإضاعتها. حضرتك أنت من الناس اللي هن ميدانيا على الأرض عم بيشتغلوا لمواجهة بالقانون طبعا كل هذه الأزمات الغير مسبوقة. من وين بتحب نبلش في ظل كمية كبيرة من هذه الملفات؟ بدنا نفس طويل. الحقيقة نحن إذا كان بدنا نطل على الأزمات اللي عم نعانيها، في أزمة أساسية الناس نسيتها. ليه؟ هي أزمة الدفن. نحن الدفن تبعنا كمان صار مكلف كتير وغالي كتير، وما بعرف إذا منوصل لمحل بيصير واحد منا بيموت وما نلاقي محل إنه يندفن فيه أو بإمكانية إنه يندفن فيها. فمن بعد هالأزمات كلها سوا اللي عم نعيشها من أزمة المازوت والبنزين والدواء و و و و وصحة واستشفاء وعمل وبطالة والأزمة المصرفية رح نحكي في بالطليعة طبيعة هذه كمان الأزمات، الأزمة الأخلاقية. نحن في جزء كبير من أسباب الأزمة تبعتنا فقدان الأخلاق. نحن شعب تبدلت المفاهيم الحياتية عنا. لما صرنا بمرحلة المادة طغت على القيم والأخلاق، صار كل شيء ببلدنا له سعر بغض النظر إذا كان السعر اللي عم تبيع فيه بيقتل إنسانيتك وبيخلي ينزل عليك سيل من الشتائم، أو أنت عم تبيع بطريقة تخلي الناس تكون نسبياً قبليني. إذا بدنا نبلش بأزمة المازوت مثلاً اللي هي عم تنعكس على كثير جوانب بالحياة، في أسئلة بتنطرح لأنه ما في دولار. حنوصل للدولار. ما هو هيدي هي الأساس طبعاً. هو ما في أساس مشكل البلد كله. أساس مشكل البلد كله انعدام وجود الدولار بالسوق تبعنا، انخفاضه وتأثيره على سعر صرف العملة. أنا اللي بدي أقوله أنه كمواطن بسيط ما عندي خبرة بالحياة عم شوف مشهد قدامي، لازم أنا أفكر وأسأل حالي ليش المازوت بسعر سوق السودة موجود وبالسعر الرسمي مش موجود، بالوقت اللي فيه قلة من الشركات عم تقدر توصل لك مازوت بالسعر الرسمي. قلة من قال له شكرا. أكيد شكرا شكرا كبيري، مش أنه هودي بعضهم عم يقولولنا أنه في قلة قليلة من التجار بكل المفاهيم تعبيه التجارة عم يتعاطوا بقيم وأخلاق. من حقنا نسأل نحن، هل الناس المسؤولة عن تسليم المازوت عم تقبض تحت الطاولة من الناس اللي عم توزع مازوت على العالم؟ بحق لك تفكر هيك. من شأنه إذا أنا كشركة عمل لك أعطيني مازوت وعم بدفع لك حقه، والشركة الثانية الموزعة عم تقول لك أنا بدي مازوت وبدفع لك حقه، بس هذه ما بتدفع لك تحت الطاولة وهذه بتدفع لك تحت الطاولة. هذا الترجمة الوحيدة للمعنى اللي عم نعيشه نحن هلا، انه اللي بتبيع بالسعر الرسمي ما عنده مازوت، واللي بتبيع بالسعر غير رسمي دائما بتوفر لك المازوت. مسؤولية مين متر بصراحة؟ انا بعتقد نحن عم نعيش ببلد في عصابة كبيرة عم تدير البلد. العصابة بتضم كل قيادات البلد اللي بتسمي حالها قيادات، نحن ببلدنا ما في قيادات. هيدي العصابة الكبيرة في مع جنبها لاعبين بتحركهم مثل ما بدها. اللاعبين تبعولها هني العصابة الصغيرة اللي بتتعلق بالمازوت، اللي بتتعلق بالبنزين، اللي بتتعلق بالدواء، اللي بتتعلق بكل الأمور بما فيها عصابة بيع الرغيف. هذه العصابات الصغيرة بتشلح الناس وبتزل الناس ومحمية من قبل هذه الطبقة السياسية اللي عم تقبض عمولة على حسابه وحسابك. يعني بتعتبر اليوم انه كل شيء عم بيكون مدبر يعني وفق سيناريو مسبق؟ نعم، نحن ببلدنا كل هالأمور هيدي مرسومة ومدروسة لتوصل لنتيجة معينة بدها إياها الطبقة السياسية اللي أدت على البلد. يعني اليوم عم ينحكى بذل يعني ذل المواطن، لأنه بلش أصحاب المولدات بكل لبنان يعني يقننوا الاشتراكات. نعم. يعني والخوف سيدي، اليوم أنت رجل قانون وبتعرف أنه ما في سقف، ما في حد، ما في أطر تنعرف لوين نحن رايحين. نعم. بلشنا عم نحكي بانعدام يعني التغذية، المديرة العامة للنفط المهندسة أرور فغالي صباح اليوم ومبارح سمعناها عم بتقول أنه بهذه المرحلة ما قدرت تتابع موضوع فقدان المازوت، وطبعا هيدا عتبنا عليها وعتب كبير لأنه الكل عارف أنه فرصة العيد هي 3 أيام أو واقع الشركات مفترض أن يكون مستنفر حتى ما نوصل للي أنت هلأ عم تشكي منه متر.
بالنسبة للنقطة الأولانية، نحن عم نحكي عن المولدات اللي بتبيع كهرباء. هيدي كمان عصابة من العصابات اللي هي متحكمة برقاب الناس. المولدات كله بيطلع بيقول لك نحن عم نشتري من سوق السوداء. صحيح. طيب أنا يا خي كمواطن ما عندي إمكانيات، عم أقدر بنسبة كتير عالية من الوقت أمن للبنية اللي أنا قاعد فيها مزود بالسعر الرسمي. كيف أنت عم تأخذ مزود بكميات كتير كبيرة من شركات أنت عم تشتري منها، عم تعمل سوري بينك وبينها، ما بتقدر أنت تشتري ولا مرة بالسعر الرسمي. هودي جماعة المولدات هن عصابة من العصابات اللي عم تعمل أزمة بالبلد. السؤال اللي بيطرح نفسه بعد إذنك، تفضل. ليه ما بيركبوا عدادات للمستهلكين؟ في راكب. لا هلا اللي عم يبيعوا مولدات هلا اكثر من نسبه 95% منهم عم يبيعوا من دون عدادات. السؤال بيطرح نفسه. السؤال الثاني، ليش كل تاجر من تبع تجار المولدات عامل مربع له خاص فيه، ممنوع اي حدا ثاني ينزل مولد بالمنطقه اللي هو مستثمرها وعم يستغل نسها؟ اذا انت مش عم تربح، ليش انت متمسك بهالعملية؟ تماما. هو عم يمنع غيره، عم يمنع غيره، والمعلم تبعه اللي فوق راسه اللي عم يقبض منه هو بيعرف هالقصة هيدي، عم يقول له انت بتسرق العالم مشان انا في لي حصة معينة بدي اخدها منك بمقدار معين. بمرحلة من المراحل السيزن الاولى باحد ادارات الدولة بالسابق كان مسؤول بالادارة بده يوزع الموظفين تبعيته بالفروع تبعها، كان يقول له انه هذا المركز بدك انت حقه هالقد بالشهر، بدك تجيب لي هالقد مشان تيض. وهلا نفس الشيء العصابات الكبيرة تطلب من العصابة الصغيرة تبعت المولدات، أنا بدي منك مبلغ تأمن لي وأنت دبر راسك. متر اليوم يعني بالعنون نحن عم نحكي عن أمور مفروض ما نحكي فيها كنا، يعني بالعنون نحن عم نحكي لأنه كل شيء مفترض يكون يعني أخذ حقه أخذ حده وماشي الأمور كما هي، ولكن فوضى وللأسف هي قائمة باعتراف المعنيين مباشرة عن هذا القطاع. ولكن موضوع المولدات يعني بيروت وكل لبنان مثل ما نحن قلنا بلشنا نلجأ للتقنين بالاشتراكات. وطبعا الاشتراكات رح تندفع وإلى ما هنالك على أسعار السوق السوداء اللي أنت أشرت لها. ولكن تحديدا اليوم اللواء إبراهيم والوزير وزير الطاقة هن موجودين ببغداد لحتى يوقعوا العقد النهائي لموضوع يعني الفيول اللي بده يوصل لكهرباء لبنان لحتى يصير في حل حالي. دايما نوصل نحن للربع الساعة الأخير ونقول أنه ليش اليوم وليش هلأ ومش قبل؟ انت كمواطن كيف بتراقب وبتتابع خاصة في ظل عدم وجود دولار بالسوق وانخفاض سعر صرف الليرة، كلها هي اللي عم بتأثر وتخلينا نحكي بكل المواضيع مواضيع حلقتنا لليوم. نحن قلنا بالبداية انه هذا اللي عم يصير منه جاي بالصدفة، مبرمج، هذا مدروس ومتفق عليه ليوصلك لنتيجة. العصابة الكبيرة بالبلد عم تشتغل لتوصل المواطن ووصلته للمواطن انه يفكر بس كيف بده يأمن الحاجيات الضرورية للبيت تبعه للعائلة تبعته، مشان ما بده اياك تفكر بالامور الاكبر، بالسياسة العامة تبع البلد، بالسياسة العامة المالية تبع البلد، بالامور اللي عم تنطبخ بالمنطقة كلها سوى الاقليمية، انه شو مصيره هالبلد. بدأ من اللبنانيين انه يلتهوا بس بالبحث كيف بدك تأمن انت المازوت والبنزين تبعك والخبز تبعك والاكلات تبعتك، هذا مقصود. وبالزمانات احد قيادات دولة من الدول قال قاعدين باجتماع كانوا انه خي الشعب اللبناني تعبنا مشان اللبناني بطبيعته شعب ثوري وشعب ما بيسكت على الباطل. والغريب هلا بين هلالين لما وصلت العملية للدقن تبعته ساكت على الباطل. بيقول لهم احد القيادات بدكم نحن نأمن شره للشعب اللبناني، جوعوه. ما قدروا بهداك الوقت جوعونا، بس هلا الطبقه السياسيه اللي موجوده ببلدنا هلا عم تجوعنا، وقدرت انه تخلينا نلتهي بالبحث عن يوميات تبيتنا، عن خبزنا وعن المشتقات النفطيه اللي بدنا اياها والحليب وكل الامور تبيته. بس لهيدي الطبقه السياسيه بدي اقول كلمه بعد اذنك، إذا قدرتوا أنتوا حولتوا جزء كبير من الشعب اللبناني لينسى الأمور الأساسية ويفكر بالأمتو، نحن باقيين بالوجه تبعكم. يعني تأكيداً للي حضرتك هلأ عم بتقوله، في تقرير لليونيسف صدر بيقول أنه 30% من الأطفال بلبنان ناموا الشهر الماضي وهن جوعانين، 60% من الأسر عم تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير، يعني بالدين
من عند الجيران، من يعني من السوبر ماركت او من الدكاكين انجاز التعبير، بطريقه غير مدفوعه او من خلال الاقتراض والاستدانه. يعني هيدا تاكيدا عن الجوع اللي انت حضرتك عم تحكي عنه، ولكن كله بهذه المرحله ممكن نلاقي له علاج. ولكن موضوع فرص العمل يلي شريحه كبيره من اللبنانيين فقدوا يعني وظائفهم واعمالهم وصاروا هن عاطلين عن العمل بهذه المرحله، من هذه الأجواء اللي نحن هلا عم نحكي فيها، كيف بتتوقع يكون المستقبل في ظل تنامي هذه المشكلات اللي صارت ملفاتها كبيرة وكبيرة جدا؟ بدي ارجع بجواب على السؤال استاذ للعصابة الكبيرة تبعية البلد اللي هي فوتت أزلامها على إدارات الدولة إلى حد التخمة. بينحكى أنه عدد موظفي إدارات الدولة شيء 400 ألف، وبينحكى أنه الدولة فيها تحمل لحد 150 ألف. ما بدي ناقش أنا ما إذا كان 400 ألف والمية وخمسين ألف اللي صحيحين، بدي ناقش أنه هودي لما نفوت الأزلام تبعيتهم على إدارات الدولة منعوا الفرص عن الناس الطيبة الكويسة اللي كانت ملتفتة للعلم تبعها والدراسة تبعيتها أنه يكون في عندها فرصة عمل على مستوى الدولة. فيما يتعلق بالفرص على مستوى القطاع الخاص، طب ما القطاع الخاص إذا كان بده يخدم موظف بده يكون في مجال للعمل. نحن كلنا بنفتل بالشوارع وبشوارع رئيسية منلاقي إنه معظم المحال مسكرة، ومنلاقي إنه المحال اللي فاتحة نادرا ما تلاقي مشتري داخلها، ومتلاقي المحل اللي كان فيه بعض الموظفين صاروا نص الموظفين، والمصانع كمان قللت عدد الموظفين تبعتها. هيدي الطبقة السياسية السيئة اللي هي أسوأ طبقة بتاريخ البشرية عم تقطع فرص الأمل قدام العالم كله سبب هذا الجيل اللي طالع. نعم ماتر، اللي عم بتقوله كتير مهم، ولكن التداعيات اللي انت عم بتقوله ميدانيا على الأرض كيف بدنا نعالجه؟ نعم يعني عم تحكي يعني بكل صراحة أوضاع مهمة كتير عم بتوصفها، ولكن على الأرض كيف بدنا نحن نعالج هذه المواضيع، وإلا لشو تنحكي لمجرد الكلام؟ نعم، أول شيء أنا بقول لك أنا من الأشخاص اللي ما عندي أي ثقة بالطبقة السياسية الموجودة ولا حدا من كل الموجودين. بس بدي أفترض أنه أنا القناعة تبعيتي على خطأ. نحن بدنا نتلي فعل الندامة وبدنا نحاول نظبط أمور البلد تبعنا واللي عملناه بكفي يا لد. بدي أفترض هيك عم فكر. أول شيء بدك تشيل من الإدارة تبعيتك كل الفاسدين. أول شيء عم بحكي كقطاع خاص، كقطاع عام عفوا، ولا بحكي عن قطاع خاص. استئصال الفاسدين. بدك تشيل كل الفاسدين من الإدارة تبعتك، كل واحد من الأشخاص اللي هو أساسا لزق بالإدارة بس مشان ما تدفع له الأحزاب من صناديقها، عم تاخذ من صناديق الدولة، بدك تشيلهم هدول الجماعات، وبدك تشيل كل الجماعات غير الكفوءة بالإدارة تبعتك، وبدك تفتح فرص حقيقية لهالجيل اللي طالع حتى اللي يعملوا امتحانات. يا أخي مجلس الخدمة المدنية موجود مش هيك؟ خلينا نحن نعمل فرص حقيقيه للعالم هذا الجيل اللي طالع، من شانه اذا نحن ما لقينا لهم فرص عمل بالبلد هيدي الناس حنخسرها. بحلقه من الحلقات كنت ضيف عندكم السيزن الاولى مره بدايه الازم، ببدايه الازم قلت انا، سالني الاستاذ اللي كان مستضيفني انه الكلمه الاخيره اللي لك، سحبت 1000 ليرة من جيبتي قلت لهم للمشاهدين انه هيدي لازم ندافع عنها، وسحبت الهوية تبعيتي قلت لهم إذا هيدي الليرة 1000 ليرة حندافع عنها حنخسر هيدي الهوية، وسحبت من الجيب تبعيتي الباسبور وقلت لهم إذا ما سقطت الليرة وما حافظنا على الهوية تبعيتنا حيضل المجال قدامنا مفتوح بس للسفر، وهيدا الجيل الطاقات اللي هي بتمد الدم جديد للبلد كلها عم تفكر فيه من البلد. يعني بتحمل المسؤولية هون للمصارف تحديدا؟ المصارف هي جزء من مجموعة الفاسدين بالبلد. نعم، وعلى رأسهم المصرف المركزي. نحن إذا بدنا نفوت على الموضوع المالي كمان كمواطن عشت للتجربة بسأل نفسي، أنا كنت عم رافق حاكم المصرف المركزي بالتصريحات اللي كان يدلي فيها قبل سقوط الليرة أو قبل إسقاط الليرة. الليرة بألف خير. نعم، قبل إسقاط الليرة كنا نشوف أنه هذا الرجل عم يأخذ جوائز عالمية، حتى وصلنا لمحل اعتقدنا فيه نحن أنه هذا يكاد يكون أهم حاكم مصرفي بالعالم. نحن بالبساطة طبيعتنا ما كان عندنا فكرة انه هيدي الجوائز بيندفع حقها مشان يخدها، غشنا هذا الزلمي حتى اللي تركب عملية الغش اكتر وزر المالية، ونحن في عندنا تصاريح لانه مسجل وانا محتفظ فيها، كانوا يحكون عن سلامة الليرة وعن وضع الليرة المظبوط. ليش محتفظ فيها؟ محتفظ فيها مشان انا من الاشخاص اللي اخذ قرار اذا ما لقيت فرصة مع عدد من المحامين المختصين بهالموضوع ندرس الامور تبعتنا، وهودي الجميع ما رجعوا عن الغي تبعهم
هود الجماعة يلاحقوا في قانون الجزاء وقانون النقد والتسليف. هود الجماعة ارتكبوا جرائم محلهم الطبيعي بالحبس. شو بتعطيك يعني فوتهم على الحبس، ولكن يعني شو ممكن بتاخد بالمقابل؟ لما بدك تفوت هالجماعات بارتكابهم اللي ارتكبوه على الحبس، انت بتكون اول شيء عم تدفعوا ثمن الارتكابات اللي عملها، عم تحمل العائلة تبعيته أذى نفسي، مثل ما هو كحاكم مصرف مركز وكوزير مالية كافي يعني؟ لا ما كافي، مثل ما هني حمل أولادنا الأذى النفسي اللي عم نعيشه هلا، ضف على ذلك المفروض أنه تصادر كل الممتلكات تبعيتهم بغض النظر عما إذا كان القانون بيسمح بالمصادرة أو لا، مشان هود الجماعات بغض النظر. أنت رجل قانون؟ وأنا رجل قانون. أنت رجل قانون؟ أنا رجل قانون. مشان هود الجماعات لما هن عملوا بالشعب اللبناني اللي عملوه ما عملوا بالقانون، هود الجماعات عملوا أمور مخالفة للقانون ودندلوا الشعب اللبناني كله وعلقوا الشعب اللبناني بالأزمة هذه. كيف أنت بدك ياني أنه أنا أقول إذا القانون ما بيعطيني فرصة أنه أنا حاسبك بالشق المالي وأنت حاسبتني أنت بشكل غير قانوني؟ آخر شيء بالسلاح زيته اللي حضرتك حاربتني فيه أنا من حقي أنه واجهك فيه. أنا مات اليوم أنت بإطلالاتك الإعلامية بتاخد بعين الاعتبار أنك أنت رجل قانون بتحاول أنك تستفيد من موقعك كرجل قانون لإيصال الرسالة التصحيحية لو بدنا نسميها؟ أنا أستاذ أولى لما نطلب مقابلة إعلانية أو لما نكتب مقالات أنا بيكون في عندي جزئين من الشخصية تبعيتي بتكمل بعض البعض. الجزء الأول هو جزء المحامي والجزء الثاني جزء المواطن الإنسان. مين بتحمل مسؤولية أكثر لمين بصراحتك؟ بحمل مسؤولية بأي معنى؟ بصراحتك اللي أنت عم بتقوله. نعم. مين بيتحمل المسؤولية اللي أنت عم بتقوله أكثر، يعني المحامي ولا المواطن اللي عم بيعاني؟ أنا على المستوى الشخصي أستاذ نولا إنسان متصالح مع نفسي. نعم. يعني أنا ما بفصل مهنتي عن إنسانيتي، أنا بيكملوا بعضهم البعض وهذا. نعم. الامر انا بمارسه حتى باليوميات تبعيتي بالمكتب تبعي. نعم. ما بس بكون محامي بالمكتب تبعي، يتقدم الانسان عندي بالمكتب تبعي على الشق المحامي والمهني. المفروض انه واحدنا هو يكون شخص بالتفكير تبعه والمنهج تبعه واحد، ما فيك انت تجزئ حالك انت جزئين متناقضين مع بعضهم البعض. المسؤول كانسان انا ولا غيري من الناس، اذا نحن صمتنا وسكتنا على اللي عم يصير ببلدنا ولا عم يصير بالشعب تبعنا. نحن كناشط بالعمل الوطني اليوم قديش بتحمل المصارف مسؤولية المرحلة المقبلة؟ نحن بدنا نحكي عن تعميم 158. نعم. اليوم بالتلفين على البنك بتقول لهم بلشتوا تدفعوا، بقول لك يا أستاذ بدك تجي لعندي لحتى تمضي لي ورقة، وما أدراك يعني الورقة اللي بدك تمضيها. يعني أنا كمان من هون إذا بتسمح لي حتى نستفيد من وجودك معنا، نحن كتير مراجعات بتجي على البرنامج بيسألونا بنمضي هالورقة، يعني نحن ما فينا نعرف شو هي الورقة على التليفون اللي انتم بدكم تمضوا عليها، ولكن بعلمك انت كرجل قانون تعميم 158 شو عم يطلب المصرف او بعض المصارف من المودع التوقيع على شو؟ قبل ما احكي على 158 بدي احكي عن المصارف بمقدمة بالاول. احكي اللي بدك ايه. هودي المصارف هن عصابة كبيرة بالبلد، مش مزبوط الكلام اللي عم يقوله العالم قبل ما يحكي عن 158 انه نحن دولاراتنا ما موجودة. انتو دولاراتكم موجودة ودولاراتكم عم تستثمروها برات البلد، واذا بدك بعدد لك وين عم يتم استثمار الدولارات تبعيتهم، بقبرص، بتركيا، بالعراق وغيرها من الدول اللي ممكن الاستثمار تبعها. ما بعرف شو استثمارات يعني. استثماراتهم انتو دولاراتكم هربتوها من البلد، لعبتوا دور اساسي انتو باسقاط البلد. السؤال البسيط والبديهي، قبل الحراك اللي صار 17/20/2019 ما كان في شيء من اسمه ازمه ماليه بالبلد بظاهر للعالم. كان مبين، صارت الانتفاضه كان مبين ما كان ظاهر للعالم. نعم. بعد الانتفاضه 17/20 بايام قليله سكرت المصارف وبلش ينحكى عن ازمه الدولار بالبلد وازمه السيوله بالبلد. انتو هلا ما عم تعطوا الناس على الودائع تبعتها فوائد، يعني صاركم انتو سنه ونص عم تستثمروا اموال هاد الناس على حساب من دون ما تستفيد شيء الناس. ما في فوائد. ما في فوائد. نين. نقطة تانية، أنتوا حطيتوا إيدكم على ودائع الناس ومنعتوها أنه تستعمل الأموال تبعيتها حتى اللي تأخذ مصرياتها وتستلحق حالها. يا خي إذا صار في أزمة كبيرة بالبلد حدا مؤمن بالليرة اللبنانية، ونحن من الناس اللي مؤمنين بالليرة اللبنانية وما زلنا لحد الآن نحن مؤمنين بالليرة اللبنانية رغم كل ما أصابنا، بس انا اذا كنت بدي اعمل تحويل بالعمله تبعيتي منعتني انت اعمل تحويل، حطيت ايدك على المصريات تبعيتي باللبناني. نعم، بس النقمة تبعيتي عليهم مش مشان حسابي باللبناني، النقمة علي تبعيتي عليهم انا مشان هودي اصابه بالصميم اولادي وجيل اولادي. انا اللي جبت المصاري والله هو اللي بيرزق
والله هلا هو بيعطيني الصحه مشان ارجع انا جلس وضع الميل وانا وضعي منه مكسور والحمد لله رب العالمين. انا انسان لحد هلا الناس بتدق الباب تبعي وتطلب مني مساعده وبعدني عم لب الناس. بس انا مش عم احكي من وجع شخصي، انا عم احكي من وجع عم يصيب العالم كله سوا. نعم. هيدي المصارف انتم حطيتوا مصاري بالبنك المركزي بهندسات خاصه بيكون بين ركب بينكم وبين حاكم مصرف المركزي. نحن ما لنا علاقه بهالموضوع. انا كمودع علاقتي معكم لكم انتم ملزمين تعطونا، وهلا ساكتين عليكم نحن مشان بعدنا لحد هلا ما حاسين انه بالمطلق انتم بعتذر من التعبير قربتوا المصريات تبعتنا، بس الحس بالشهاده في حساب بيننا وبينكم. نعم. بالنسبه للتعميم رقم 158، اول شيء حاكم المصرف المركزي نازل بالعالم تعميم مختلف، هو مثل ما عمل قلب الناس لما كان يقول الليرة بخير، هلا عم يعمل قلب الناس هلا بالتعميم طيب. اللي عم تنعمل. انا حاحكي لو كنت انا بستفيد من التعميم شو ممكن اعمل حتى اللي ما حدا يعتبر انه انا عم اقول له عمولك او ما تعمل ايه. بتستفيد منه؟ لا لا ما بستفيد من التعميم، بس انا لو كنت مستفيد من التعميم شو بتعمل؟ بكل بساطه بقول اذا الايداع تبعي القيمه تبعته محدوده يعني 15-20 ألف دولار، هلا قد قيمتهم يا خيي فوت فيها وخسرتي بتضلها بالحدود المقبوله تمضي يعني. إذا كان الإيداع تبعي هالقد عم حكي أنا بمبلغ قليل ممضي. أما إذا كانت مبالغ أكثر من هيك ما بنصح أنا أبدا حالي إنه أمضي، حتى لو كان ما بدهم يمضوني على براءة الذمة اللي عم يطلبوها، حتى ما بدي شيء نقي من الموضوع. عندك فكرة شو عم بيمضوا الناس؟ عم بيمضوا الناس على براءة ذمة وأنت ما بتعمل دعاوى علينا، وهيدي التعميم 158 باستطاعته الحاكم يرجع عنده ساعة اللي بده، وهن قالوا لمدة سنة، هيدي كلها أمور خبصة طويلة عريضة عم يضحكوا على الناس. اللي عم يضحكوا على الناس بدهم يكملوا السرقة تبعيتهم لمال الناس. ما بنصح ولا حدا من القراب مني أنا انه يفوتوا بهالموضوع هذا وياخذ المصريات تبعيته، مش انه هذا جزء من الكومبين اللي عم يركب على الناس ليكملوا سرقه مال العالم. طب اليوم يعني كلنا سوا بنقول القانون بهذه المرحله، شو دور القانون اذا انت كمحامي تقدم لك دعوه لحتى يقول لك انه انا معترض على اللي عم بيصير بهذه المرحله، بتقبل الدعوه ولا لا؟ بكل بساطه حدا اكثر من حدا راجعني بهالموضوع، اكثر من حدا بالعشرات. نعم. نحن كنا عم نشوف شو عم يصير على الارض. بدي احكي بتحفظ، ما بعرف اذا في تعليمات والله هيك بالصدفه بالمحاكم عم تطلع قرارات اوليه بس ما عم تتنفس، ما عم تتنفس، ما عم توصل للاخير. في بعض القضاة اللي عندهم جرأة يغضوا قرار، ولكن من بعد ما يغضوا القرار هذا بمرحله من المراحل ما عم يتنفس القرار. بتقلي انه تعمل دعوه، انا عم اشرح للناس اللي عم يحكوني بهالموضوع بالشكل هذا حتى لي ما حدا هون يمكن في رد على السؤال اللي حضرتك قلت لي قصة المحامي والشخص اللي عندك. نعم. أنا مصلحتي بس واحد يجيب لي ملف بتقدم بدعوة كمحامي لحتى اللي أخذ أتعابي. نعم. ولكن الإنسان اللي بداخلي بيلزمني بأنه أحكي الحقيقة وبوضوح للشخص اللي عم يحكي معي. شفافية. لقال له أنك شفافية تماما وهذا واجب أخلاقي هذا. نعم حلوة. طب اليوم بدي أسألك موضوع شيك المصرفي. اليوم أنت بتسعى لحتى تأخذ شيك مصرفي اعتبر بمية. نعم. وقت بدك تروح تصرفه بدك تخسر من قيمته كتير. نعم. يعني المنح القانوني بهذا الموضوع انه هو يعتبر الشيك المصرفي يلي هو مأمن 100%، شو هو المقتضى من الحسومات او من الكوميشن يلي نحن عم ندفعه لحتى نقبض تشيك؟ انا بالمبدأ ضد انه ندفع حسومات بالمطلق، وفي ناس كثير دفعت ثمن هالموضوع هذا بيعتبروا هلا انه نحن يا اخي زمطنا مصرياتنا. نعم. لما بالاول الازمه كانوا يقولوا بنعطيك نحن بناخذ منك 15% او 12% او 10%، بعدين صارت ارتفعت 25 و30%، وهلا بينحكى يمكن ب 70% عم نعمل حسومات. انا بقول بكل بساطه هلا القانون ما بيحمي حدا، مش ان نحن بلدنا ما فيها قانون. نحن بلادنا ما فيها قانون. طول بالك. ما فيها قانون بلادنا نحن. هيدا البلد هلا حتى اللي يرجع يصير بلد بدنا نرجع نكون القانون من جديد. نعم. انا بنصح كل مواطن منه مضطر ياخذ تشيك مصرفي ويبيعه وما يعملها، مصرياتك بدك تاخذهم، مصرياتك بدك عم بتطمنهم يعني مصريات موجوده بدك تاخذهم، مصرياتك مهما طال الوقت بدك تاخذهم، لما يصير في قانون بدك تاخذهم، واذا كان ما صار في قانون وانت لمست اخر شيء مثل ما نحن هلا عم نحكي، انا عم احكيك عن شيء انا بحسه. نعم. لما نوصل لمحل حس انه مالي راح في الحسابتين. طب ماتر ليش اليوم المصارف ما عم يفتحوا، ما عم يقبلوا يفتحوا حسابات جديده؟ بقول لك بنفتح باللبناني واذا بدنا نفتح بالدولار فريش يعني هي عمليه مرتبطه كلها سوا بالكومبين الكبير اللي لعب بالنسبه للدولارات التهريب. نعم. وغير التهريب، تهريب الدولارات. نعم. وغير التهريب انه انا اذا بدي احط دولار عندي هون انا في ملزم انه جزء من الدولارات تبعتي بدي احطه وين؟ بال
طب قول اللي بيحكوا عنه التسمية تعبتها بالبنك المركزي اللي هلا 15% الاحتياطي الاحتياطي اللازم للمواطنين. وانا ما بدي فوت الفوت كله سوا يعني عم ياخذهم ما بعرف شو المصير طبعا بس هو عارف شو المصير تبعهم المصارف من شانه ما بدها تفوت بكل القصص هذول هي من اللي سهم بقش الدولارات من السوق لما كان عم ينحكى بمرحله من المراحل انه انتم بدكم تجيبوا 3% من اموالكم لتزيدوا راس المال تبعكم. المصارف هي راس الافعى مع المصرف المركزي بموضوع الدولار بموضوع الجرم اللي اصاب المواطنين. يتقدم عليهم بس العصابه الكبيره اللي هي عم تدير القصه كلها. سيدي بعد البريك اللي رح ناخذه هلا بس بدي منك تقلي قد ايه بدنا وقت لاستعاده الثقه مع القطاع المصرفي، قد ايش بدها وقت لحتى انت ترجع واثق تفوت على البنك تقول بدي افتح حساب ولا تهاب اي من هذه المخاطر اللي عم نحكي عنها. فاصل وبنرجع سوا. بعدنا معكم وبتمنى تبقوا معنا بهذه الأطلال الخاصة بمشاكل وحلول للناشط في العمل الوطني المحامي عباس صفاماتر. قلنا بدنا نرجع حتى نحكي عن الثقة. لنرجع نستعيد واقع وحياة الثقة مع المصارف. قديش بدنا وشو هو العلاج؟ بدها خطوات، ما بدها عامل زمني، بدها خطوات. تفضلوا جيبوا المصريات من برا، رجعوا دولاراتكم على البلد، حركوا السوق الداخلي. انتو جزء كبير، انتو مسؤولي البلد، انتو قادرين تتعاملوا من موقع القوة بتعاطيكم مع المصرف المركزي ومع السلطة الحاكمة البلد، مشان انتو كلكم سوا كومبين واحد. انتو بكم تحاولوا تتصالحوا مع المودعين. اذا انتو جبتوا المصاري على البلد بلشتوا تعطوا الناس، انتو ولو كان على محطات، اللي عنده دولار تعطوه الدولار تبعه، واللي عنده لبناني تعطوه اللبناني تبعه، وتيسروا له امور طبيعته مش تعطوه بالتقنين. طالما انك انت عم تمارس عمليه احتيال، هعطيك مثل بسيط استاذ نقول على الاحتيال تبع المصارف. الدفتر اللي بيعطوك اياه بالمصرف للحساب تبعك اذا كان باللبناني او بالدولار الحساب تبعك تختلف القيمه تبعته للدفتر. دفتر توفير يعني دفتر توفير. تختلف القيمه كلفته بتختلف. هو ذاته مش هيك؟ اذا عندك حساب باللبناني بياخذوا منك حق دفتر 8000 او 10000، اذا عندك حساب بالدولار بياخذوا منك 10 دولار. هو ذاته ما هذا الكلفة ذاته هي ذاتها. المصارف إذا كان بدها ترجع تستعيد الثقة اللي كانت موجودة فيها بالسابق، ما بدها عامل زمني، بدها فترة زمنية قصيرة. أنت تجيب ميل وتتعاطى مع الناس. وأنا بأكد لك أنه إذا كان الناس اطمأنت لها الموضوع هيدا بخلال فترة أقل من 6 شهور، الناس كل العالم اللي مخبي مصرياتها وخاصة بالعملات الأجنبية بتفوت على المصارف، ما حدا بيخلي ميل ببيته. عن الناس اليوم شو دور الناس ميدانيا بهذه الأزمة؟ لما نحكي عن الناس بتوجع كتير السيزن الأولى. بتوجع من شنو؟ أنا بحب الناس، أنا ابن هيدي البلد. أنا تربيت على إيد بي الله يرحمه، كان يقلنا البيت لازم ضل مفتوح للعالم. واللي ما بحس بالناس ما بيكونوا من الناس. مشان هيك بحس حالي أنا ابن هيدي الناس، وحس حالي من دون توكيل من حدا أنا بدافع عن الناس وأنا مسؤول عن هيدي الناس. بالشق التاني اللي بيحكي فيه وبورجع بيحكي فيه، انه الناس هي تتحمل جزء كبير من مسؤولية ما وصلنا اليه. الناس؟ نعم. شو بايدها؟ هلا شو بايدها؟ اول شيء اذا بدنا ناخد نبلش من فوق وننزل، كلنا عارفينين انه في عصابة 10-12 شخص بالبلد هي دمرتنا كلنا. كيف بعدك انت بتقبل على حالك انك تكون مدين بالولاء لهود الناس وتدافع عنهم؟ كيف بتقبل على حالك اذا كان في حدا عم يعمل صوت عالي يعترض على مسؤول من المسائل انت بتتصدى له انت وبتحمي هذا الزعيم اللي اذاك واذى ولادك واذانا واذى ولدنا؟ الناس منا مضطره توقف بساعات الذل لتجيب بنزين. هيك عم بيصير اليوم، ولا مضطره الناس طيب. انه تختار الحل الاهين تشتري مازوتا بالسعر السوداء السوداء يعني. نحن اذا تحملنا وجع بشكل كتير بسيط لفتره زمنيه قصيره، نحن بعتقد بنكون صرنا استعدنا المبادره وبلشنا نفرض نحن تعاطينا مع العالم. وجهه نظرك شو الحل؟ الحل انه الناس تنتفض على ذاتها، تترك سياراتها بالشوارع الرئيسيه ومسكره، ومازوت ما نشتري من سوق السوداء. معلش بدنا ننضر نحن،
بشوية مواد موجودة بالبرادات تبعتنا بلاها. بس في أوضاع صحية بتعرف اليوم نقيب المستشفيات على الصوت وقال انتبهوا يا جماعة. كمان بدي أقول شغلة إذا نقيب المستشفيات نعم. فعلا عم يحكي الكلام تبعه بصدق نعم. يروح يقعد ببيته لشو بده يعمل؟ من شأنه إذا نقيب المستشفيات بما يملك من قوة معنوية والمستشفيات بما تملك من قوة معنوية على مستوى المحلي وعلى مستوى دولي اجتمع بالمدير العام للنفط بس وعدته ما بدأ لا اجتماع ولا بدأ من يحزنون بدأ كلمتين بيقولهم بشكل حازم بس ما عنده سلطة نحن أستاذ نقول قصة السلطات تجليطة كبيرة ببلدنا تجليطة كبيرة ببلدنا السلطات السلطة وين السلطات احنا ليش بدك يقعد ببيته شو بيقدر يعمل بدي اياه يطلع يقول بشكل واضح وصريح نحن بنحمل مسؤولية فلان وفلان وفلان لاي اذى بيلحق باي مريض ممكن يكون بالمستشفى نحن راح نراجع المنظمات نعم. الدولية نحن نعم. راح نحرك رأي العام العالمي حاجة نحن نتعاطى بالموضوع بالكرافات تبعتنا انا لو ما جاي لعندك هلا وحابب البس الكرافات مشان ما بديك انت تكون لابس كرافات لحالك كنت مسكتها وكبيتها الكرافات نحن صار بدنا مواقف فيها رجول وبطول وبدها مواجهه هلا بيخبروني الشباب انه في بعض الافران يعني او فرن كتير كبير بالبلد هلا حتى ما نعمل دعايه انه وقف تسليم الخبز للناس لانه ما عنده نعم. علما انه اليوم دوله الرئيس يعني دخل على خط الوساطه لتزويد الافران بما يلزم من مازوت حتى ما تنقطع عن العمل يعني ما بعرف شو عم بيصير بهذه المرحلة وأنا قلت لك شغلة وبرجع بسمح لحالي أقول على الهواء أنه أنا مبارح من المراقبين اتفاجأت مبارح نقابة المستشفيات عملت بيان عالي اللهجة نقابة الصيادلة حذرت المستوردين مش عم بيسلمونا كمان المخابز حذروا كل الناس تقصدوا أنه مبارح تصدر بياناتنا هل هو تحضير يعني لحركة في الشارع يكونوا كلهم سوا إيد وحدة قبل 4 آب ولا شو عم بيصير حتى ما نحلل نحن بس اللي عم بيصير يستدعي 1000 سؤال وسؤال نحن ما فينا نقرأ التفكير تبعهم نعم. اللي صار في عنا شك بأنه تفكير خير ولا شرير نعم أنا اللي في قلوله بشكل بسيط قلنا يمكن بالحلقة يا خي ليش اللي بيبيع بسوق السوداء عنده مازوت ليه عنده مازوت موجود انت دعيت لمقاطعته نعم انا دعيت لمقاطعه الشراء بالسوق السوداء علما بانه قد اضطر انا كمواطن بالبنايه اللي ساكن فيها قد اضطر لحاله صحيه انه اشتري من سوق السوداء علما بانه انا حتى لو كنت مضطر اشتري من السوق السوداء اذا بيكون الناس اخذي قرار نقاطع اول الناس المواطن احنا ما بنفرق من السعر الرسمي للسوق السوداء نحن عم نشتري بالسعر الرسمي ب 3 مليون طن مزبوط. انطلب منا 8 مليون حق الطن 8 مليون نعم انا نهار الجمعه اللي مرة اشتريت مازوت على 3 مليون الطن عم ينطلب منا 8 مليون الطن واكثر من حدا من سكان البنيه تبعتنا عمل اتصالات وراجع قالوا له 8 مليون الطن طب اليوم الناس اللي هلا هني عم بيسمعوا وعم بيتابعوا عم بيعولوا على البطاقه التمويليه اللي اقرها المجلس النيابي نعم انت شخصيا كمتابع ومراقب متر كيف بتشوف آلية سير هذه البطاقة التمويلية إذا وصلت للناس بالرصيد المخصص لها ومن وين؟ أول شيء أنا ضد البطاقة التموينية تموينية ولا تمويلية؟ أنا ضد البطاقة اللي بدها تنعطى بالمطلق كيف كان شكلها بدك إياه؟ لا تمويلية بالدولار ضد بالمطلق ضد بالمطلق نعم. أول شيء أنت ما لك حق أنك أنت تعطي الناس مصاري من الاحتياط الإلزامي هذه ميل للعالم بدك تتكرر تأكد من الاحتياط الإلزامي لا ولا ما بعد؟ ما أكد حكمل أنا لأنه في فترة حكى عن قطر نعم أنا عم أقول الحالات اللي انحكت ما لك حق تعطي أنت الناس مصاري من مال غيرك نعم. إذا أنت بدك تتكرم تكرم من جيبتك ما تكرم من مال نعم. العالم هود الاحتياط الإلزامي الناس أكلين ضرب طالع من راسهم بالمبلغ المتبقى هذه نقطة نقطة تانية ليه بدك تعطي أنت يا أخي بطاقة تموينية لحد وما تعطي حدا تاني ما كل الناس صار فقراء بالبلد ليه؟ في عنا حلول تانية نحن انتم مش الحجة تبعتكم قصة انه المازوت التهريب تبعه والبنزين التهريب تبعه وكل القصص هدول والحرقات تبعتها نعم. بكل بساطة يا اخي نحن اذا كان ضبطنا ايقاع المازوت في ناس عم تستورد المازوت معروف الكميات اللي عم تفوت ومعروف لمين عم تسلم واللي مسلم لازم نعم. ينعرف لمين عم يعطي نقطة تانية بالنسبة للبنزين ليه ما بتعطي كل مواطن لبناني عم احكي بس اللبناني نعم. كل مواطن لبناني انت بتعطيه اذا عنده سيارة مسجلة بالاسم طبعا يا خي بالشهر بتعطيه 4 تنكات بس 4 بالجمعة واحدة يعني 4 تنكات بنزين مدعوم حتى للناس تروح على الاعمال تبعته تتحرك نعم. واللي بده اكتر من 4 بده فنجر على حساب تبعته فيما يتعلق بموضوع الامور التانية بالنسبة لموضوع المواد الغذائية ليه حضرتك انت كمسؤول ما بتراقب فعليا العصابة التانية بالبلد المستوردين هود المستوردين عصابة كبيرة كتير بالبلد نعم. بيستوردوا هني خزنوا البضائع هني اللي على بالإذن نعم. منك هني بيقولوا نحن ما غلينا
كل اسعارنا بعدها مثل ما هي، لبل عم نبيع ارخص، الدولار يلي فرق. لا هذا الكلام، هذا الكلام مش صحيح. هذا الكلام نعم الدولار فرق مزبوط الحكي هذا، نعم. ولكن هن عصابه كبيره، هن استوردوا على 1500 مدعوم 1500 وخزن البضاعه تبعيتهم وعطش السوق وصارت الناس تشتري باي اسعار ممكن. ردا على هذا الكلام بدي افترض انه كلامك صحيح، ليش لما يطلع الدولار اذا تغلق. صار مثلا 10 ليرات بتقول انت بدي بيع على 12 بدي استدرك، واذا نزل الدولار ل 8 ليرات بتقول بدي ضلني بيع على 12 مشان انه انا شاريهم على 12 انا. هودي جزء من العصابة الكبيرة بالبلد، هودي بس لو بيفكروا بشغلة واحدة انه المال اللي عم يجمعوه عم يجيب الشتائم واللعنات لاهليهم للاولاد. طب في مساعدات موعودين فيها كمان شفريت التاكسي يعني القطاع البري، نعم. موعود بالبطاقة، نعم. وبمساعدات يعني بنزين ومزود مدعوم، برأيك بيساهم بحل حالة شيء من المشكلة؟ كمان انا ضد انه الجماعات هدول ياخذوا مساعدات، كمان ضد. نعم بكل بساطة انت ما فيك تعطي مساعدات لحدا على خلفيات سياسية، انت عم تعطي من مالنا. سائق تاكسي شو خلفية سياسية؟ نحن بدنا نحكي سائق التاكسي هو اللي جاب المساعدات، نقابي اللي جابت المساعدات. نعم. انت يا خي بدك تعطي سائقي التاكسي مساعدات، طيب تحت اي عنوان؟ في دراسة لهالموضوع؟ سائق التاكسي تنحافظ على التعرفة، شو ما صارت بسبعة الاف بثمان الاف. نعم معلش سائق التاكسي كمان ما هو جزء من المشكل اللي كلنا سوا نحن منعاني منه، كل واحد منا صار شعارنا نحن الشعار الاساسي تبعنا نحن انه خي عسكري دبر راسك من بعد قديش ما ينبت حشيش، هذا شعاراتنا ببلدنا. صارت انا العل الاعلى عنا والذاتيه صار طاغي على كل شيء. شوفير التاكسي بالزمانات كانت التسعيره ب 1000 ليره صارت ب 1500 ليره، رفعوا له هي ل 2000 ليره لما طلعوا شوي البنزين، لما نزل رجع البنزين ضلت 2000 ليره. اي مساعده بدها تتقدم لاي حدا بالمجتمع اللبناني اذا منا مبنيه على دراسه صحيحه، نعم. خاليه من الاستغلال نحن ضده، نحن مع تقديم المساعدات اللي بتكون مبنيه على دراسه صحيحه الانسانيه موجوده فيها مش استغلال لنا نحن. سيدي انا بدي اشكرك لهذه الاطلاله، يعني انا بتمنى كل اللي بيشتغلوا بالعمل الوطني يكون عندهم هذا الحس وهذه الصراحه وهذه الجراه المبنيه على مستندات موثقه تسعى أنت دائما لإظهارها بالوقت الصحيح إنجاز التعبير. كلمة أخيرة بتحب تتوجه فيها للناس اللي هلأ عم بيتابعونا وموعودين أنه تتحل حل الأمور إن شاء الله يا رب بوقت قريب جدا. أنا بدي أقول للناس أنه نحن كلنا وجعنا واحد. بألمانيا من كم يوم صار في فيضانات، كل العالم هبت بألمانيا لتساعد بعض البعض بأزمة الفيضانات اللي صارت. نعم. تعالوا نحن لحتى نحط ايدنا بايد بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض. ما تتأملوا خير بالمسؤولين اللي بالبلد. هؤلاء الجماعات هن اللي دمروكم، هن اللي هجروا ولادكم، هن اللي أزلونا بالبلد، هن اللي جوعونا بالبلد. اللي بيشيلنا شغلة واحدة. نتعاون مع بعضنا البعض ونكسر حاجز الخوف اللي مسيطر علينا. بدي بعد إذنك أقول كلمتين إذا بتسمح لي. تفضل. بدي أقول رسالة لبنتي اللي اضطرت تسافر من البلد، نحن فخورين فيكي، نحن منعرف العذاب اللي انت عم تعيشيه انت وكل الجيل تبعك اللي اضطريتوا انه تسافروا، بس انتوا البلد. وبدي أقول لابني اللي بعده بالبلد واللي حاسس قديش عم يتوجع بالأودم تبعيته، لرفقاته اللي مثل حكيته، بدي أقول له خفف عن حالك طارق، البلد انتوا، انتوا حترجعوا تبنون للبلد، انتوا اللي حتنغزوا لهالبلد هذا، انتوا ورفقاتك ان شاء الله. شكرا لك الناشط بالعمل الوطني المحامي عباس صفا، شكرا سيدي لهذه الاطلاله. اصدقائي نحن لهون بننهي حلقه اليوم، دائما عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان بنلتقي معكم عبر يعني السعي لايجاد حلول او اقتراحات لبعض المشاكل بهدف حل حاله كل هذه المعضلات باسرع وقت. بشكركم وبشكر متابعتكم، الى اللقاء.